قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، ولو مرة واحدة، يجاهدون أعداء الله، يقاتلونهم لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث إنه وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه.